مقابله اللي ماشي سهله، مقابله اللي كان لازم ما خصنا نحصلوا فيها على 3 نقاط اللي تخلينا في السبوره ديال الترتيب. الحمد لله تقريبا دي واحد 3 ماتشات وحنا تربحوا، يعني تيجي بواحد المجهودات ديال اللاعبين. تنبغي نشكر اليوم الجماهير اللي تجي تساندنا في اي ماتش لاعبين بثلاثه او بالاربعه ديما تلقاهم تيساندونا، تنبغي نشكرهم بزاف وتنقول لهم خليكم في الظهر ديالنا وحنا غادي نشتغلوا وغنديروا ما بين الكفايه ان شاء الله. بس في نهايه الموسم نفرحهم. المدرب اللي كان معنا السي النفطي مشكور على الخدمه اللي دار في فريق الوداد، تنبغي نشكره بزاف. المجيء ديال الكاريدو الا غيعطي واحد الدعم وواحد الحوايج اللي غيكونوا زوينين ان شاء الله اللاعبين، غادي نحاولوا نخدموا معاه، غادي نحاولوا ان شاء الله نكونوا في المستوى باش يتطور النيفو ديالنا، وكما قلت نهايه الموسم ان شاء الله نتوجوا بالاخر. شكرا.